الحقيقة هذه القصص صغيرة لكن معانيها كبيرة، والتي لا نعيرها مقدار جناح بعوضة، بينما كل شيء منا مربوط بهذه الأمور. حدث في بغداد ذات مرة فرد تاجر تكسر من تجار المسلمين الشيعة، يعني قرب تكسره واشتهر عند الناس أنه جاي يتكسر. هاي فرد صديقنا قال لي في كربلاء كنا، لأن تكسره مهنا ذهاب كل ماله وسجنه بالإضافة. يقول استشار أحد أصدقائه ماذا أعمل، أحد أصدقائه الأذكياء، قال الحقيقة أنا ما أدري كيف تعمل أنت، بس أكو في بغداد عندي صديق يهودي تاجر، هم في بغداد يعيشون في أيام قبل 48 وقبل فلسطين المحتلة. قال نروح يوم هذا نستشيره. ذهبنا عنده وقال له أن هذا صديقي المسلم جاي يتكسر، وشنو علاج؟ يقول يهودي قال إحنا من مبادئنا أن لا ننصح مسلم بالصراحة، لكن أنت عزيز علي، أنا أقول لك الطريق في إنقاذ هذا الرجل الذي هو مشرف على الانكسار. قال شنو؟ قال عندك فلوس كمية مثلا 50 دينار 40 دينار فرشي بسيط؟ قال إيه عدي. قال زين بسيط أمرك، الآن أنت روح، الآن صبح مثلا 8، أنت روح وهذا الصديق التاجر معك، كلاكما تاجران، روحوا إلى سوق الدلالين وكل دلالة طول 5 دنانير فرد 10 دلالين، قول أنا أريد فرد قصر فخم، مثلا أن القصر ذاك اليوم قيمته العادية 1000 دينار، قول أريد قصر فخم قيمته 20000 دينار ومستعجلة، ما أريد في ظرف أسبوع، كل واحد يطلهم 5 دنانير حتى يدوروا لك. قال زين شل ربط هذا؟ قال ها كل ربط بهذا. قال الربط هذول العشرة الآن ينتشرون في كل الأسواق ويسألون عندك قصر عندك قصر عندك قصر عندك قصر، لمن؟ لزيد. زيد معروف جاي يتكسر، يتبين هاي دعاية كذبة، يتبين أنه يريد يشتري فرد قصر 20000 دينار وهو عنده واي فلوس يتبين. يقول بالفعل في خلال أقل من أسبوع خلص، بالعكس صار سمعته كبيرة في السوق على أن هذا مو متكسر أصلا، هذا بالعكس عنده فلوس هواية. بعد ذلك أجوا الدلالين الله يقولون تريد هالقصر، يقول لا ما أريده، شيء بسيط بس خسرته 50 دينار. حقيقة لاحظوا هذه قصة صغيرة جدا، لكن أية دلالة لهذه القصة؟